طيب العزيز المبدأ دائما، أهلا بك دكتور محمد. أنا بحرك دكتور أيمن. أنا عايز أبدأ الحوار بألام عرق النسا، هننزل تحت شوية بقى. عرق النسا هو الألم اللي هو بيجي في المنطقة بالفخذ بالرجل الأسفل لحد ما يصل إلى كعب الرجل أو الأصابع بتاع الرجل. وعرق النسا ده دي تسمية لطيفة قديمة جدا، يعني من بداية القرن ال19 كانوا بيسموها كده لما كان بيحصل الألم في السيدات اللي كانوا بيشتغلوا بيوطوا بيشيلوا حاجات تقيلة، أو بعد الحمل، يعني الواحدة مع الحمل ها والبيبي بيبدأ يكبر ويسقط في الحوض، فكان بيضغط على العصب اللي نازل على الرجل، فتلاقي واحدة ماشية بتعرج أو مش عارفة تاخد قامتها، فيقولك ده اسمه عرق النسا، لأنه فعلا بيقولك أنا حاسس إن عرق مشدود أو حبل مشدود في ظهر، لأن بتفقد ساعتها المقدرة على الحركة بتاعت رجلها. يعني نيجي نبص كده تلاقيه واخد بادئ من منطقة الحوض بالفخذ ونزل على الرجل تحت، يوصل بقى لمؤخرة الساق، ينزل للسمانة بتاعت الرجل، ينزل لكعب الرجل، ينزل لحد صوابع الرجل، ده اللي احنا بنطلق عليه عرق النسا. عرق النسا الحقيقة هو مش قاصر على الستات، لا ده بيجي في السيدات وبيجي في الرجالة. معظم الحالات بشوفها رجاله. يعني معظمها، يعني هو مشاكل عمود الفقري اكتر في السيدات عن الرجال. يعني 60% سيدات و40% رجاله. برغم ان الرجاله بيشيلوا حاجات تقيله وبتاع، بس تكرار الفعل والعمل المستمر والتوطيه والكلام ده كله في السيدات بيعمل تاكل في الغضاريف اكتر. ومع وجود الحمل والضعف ونقص الكالسيوم والجسم بيضعف، بيحصل وهن في العظم وهم في الأربطة، فبيبقى عرضة لوجود الغضاريف أكتر. واخد بال حضرتك؟ المشكلة ديت خلاص بقى احنا دخلنا فيما يسمى عرق النسا أو بنسميه آلام العصب الوركي. طيب هل كل عرق النسا أو آلام العصب الوركي اللي بينزل في الرجل جاي من الغضروف؟ لا طبعا، في حاجات تانية كتير جدا. يعني ممكن يبقى التهاب فيروسي أو التهاب ميكروبي، ممكن يبقى وجود تكيسات على المنطقة بتاعت الحوض يلمس العصب وهو نازل، ممكن مشاكل في الرحم نفسها تعمل كده، ممكن مشاكل في الفقرات نفسها ان الفقره متحركه من مكانها، وده ما يسمى التزحزح الفقاري. التزحزح الفقاري يعني الفقرات ربنا خلقها فوق بعضها مرصوصه وقويه جدا، مع حركه غلط مع توطيه مع شيل يحصل كسر في جزء اللي هي بنسميها القاعده بتاعت البيديكل اللي هو بتاع الفقره. القاعده بتاعت الفقره دي الفقرات بتاعتنا متعشقه ببعضها كده، لان انا ربنا مش خالقها بمسامير وصواميل، ده خالقها ان العظم بيشبك في بعضه وهو ده اللي بيديله الثبات والقوه بتاعته. ساعات مع حركه غلط مع وقعه، وخاصه في وقعه شهيره جدا في السيدات بالذات اللي هي مع الحمام الزحلقه في السيراميك او الرخام ونزلت وقعه، او الزحلقه بتاعت السلم، او المطب جامد في العربيه، ودي بقت كتير قوي. يعني يقول لك انا خدت مطب جامد اتشلت واتهبت في العربيه، ها نزلت تك كده، انا حسيت ساعتها ان انا كهربا ضربت في رجليا او في ظهري. الام العمود الفقري ممكن تبقى على مستوى الظهر بس في البدايه، والرجلين ما فيش اي مشكله، وممكن تبدا في البدايه في الرجل بس والظهر ما فيش مشكله، بس الاثنين في الاخر بيلتقوا مع بعض. لو بدات في الظهر بتكمل على الرجل، لو بدات في الرجل بيجي بعد شويه الظهر، وممكن تيجي على الناحيتين. الأعراض دي بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا. الألام الغير محتملة، الإحساس بالخضر أو التنميل، أو إن بقى رجلك دي جزء مش منك، أو حرقان جامد جدا بحس إن زي الكهرباء ماشية، في ناس بتوصف تقول لك زي مية مغلية تحت جلدي. المية المغلية تحت الجلد دي معناها العصب، ها؟ أو نوصل لمرحلة بقى تانية بتبقى أصعب، أصل أنا ما بقدرش أتحكم في نفسي في الحمام، البول بيسبقني، أو بعد شوية ما عادش بحس بيه. أو نفس الكلام بالنسبة للبراز، يبدأ في الأول احتباس بعد كده ما بحسش بيه، أو إن أنا مش حاسس بالنص التحتاني كله، وخاصة المنطقة بتاعت العجان ومنطقة الحوض والأعضاء التناسلية ما بحسش بيها، بحس إنها واخدة حقنة بنج، أو زي اللي بيبقى واخد بنج نصف كده، أنا ما بعدش بحس رجليا بتموت مني. ها بيوصل الكلام ده لحد الرجل من تحت، كفة الرجل، الصابع الكبير، الصوابع الصغيرة. ساعات بقى بتزيد المشكلة إن أنا خلاص بقى تتدهور بتدهور، ان انا رجليا ما عدتش بعرف اتحرك بيها، ده انا ما عدتش بقدر اطلع السلم، ده انا بتكعبل كتير، ده انا الشبشب بيهرب من السليبر او الشبشب بتاعي بيتخلع من رجليا، ها ده انا لما اجي ادوس فرمله بالعربيه
مش عارف ادوس بيه، وياما حصلت حوادث بسبب ان انا رجليا مش عارف ادوس الفرمله، اصل الرجل بقت سايبه. هي الفكره كلها ان انا رجلي على البنزين ارفع على الفرمله هي حته واحده، لا ده انا عشان ارحب وسقطت الرجل عشان احطها تاني خدت وقت، واللحظه بتفرق في هذا الكلام. فياما ناس اتسببت لهم في حوادث، ياما ناس عندهم مشكله في الاحساس على فكره، عندهم مشكله في السواقه رهيبه. لانه هو غير الحركه يعني، هو عنده مشكله في الاحساس. الديب سنسور لوس لو شال رجله من على البنزين ممكن يرجعها تاني على البنزين، هو مش عارف هو مش عارف هي رايحه فين. مش عارف. وساعات يحصل وهن في العضله، ما هو اصل الكلام ده كله بيصاحبه ضعف في العضله زي ما قلنا، مشكله في الاحساس الجزء الحسي، مشكله في العضله. العضله نفسها هي اللي بتشد وهي اللي بتطلع. الحركه دي حركه معقده جدا، انا عشان عضله تنقبض قصادها واحده تانية بتنبسط وتفك. ساعات الخلل يحصل فتلاقي الرجل كلبشت في بعضها وتحصل هنا الايه المشكله والحادثه. الحقيقه دايما يعني لازم نفكر بقى، انا عندي مشكله في الم في ظهري، طيب انا امتى اروح احلها؟ ما لو الالم بقى زياده، الالم بقى معيق ليا في حياتي، مش عارف انام، مش عارف اقعد، مش عارف اشتغل، بقى معوق في شغلي، بغيب من شغل كتير، شغل بيتي او الحاجات المطلوبه مني مش قادره، طب انا المفروض اتوجه للطبيب بتاعي. طيب في ناس ربنا مديها قوه احتمال وصبر، او بيقضيها مسكنات وبيقضيها شويه حاجات طبيعيه كده، شويه زيوت على تسخين، على قربه، على راح عمل حجامه، الحاجات دي ممكن تريحني فتره، لكن مش حل للمشكله. لازم ندور على اصل المشكله جايه منين. لو القضيه في الغضروف بنقول 80% الى 90% ممكن يخف بالعلاج، بشرط ان يكون في مرحله متقدمه بدري، قبل ما الموضوع، قبل ما الغضروف يخرج بره، قبل ما الغضروف يتيبس او يحصل له جفاف كامل، قبل ما يحصل تزحزح فقاري. لان لو الغضروف تاكل الحمل هيبقى على العظم، العظم هيبقى يسيب من بعضه، الفقره تتحرك. ولو فقره في العمود الفقري اختلت وتحركت بتبدا تعمل خلل في العمود الفقري. ناس كتيره جدا حضرتك بتشوفهم ماشيين بجنب، والقصه هو غضروف. الغضروف ده ربنا خلقه يشيل الفقره ويشيلها متوازنه. طب تخيل لو الغضروف ده جزء منه هبط، فالفقره تميل، الجسم عايز يعدلها، تبدا العضله تشد، يسبب الام رهيبه جدا، وفي نفس الوقت انا مش عارف اعدلها. ها طيب باجي امشي مش قادر امشي، بمشي 100 متر وغصب عني انا مضطر ان انا اقعد، مش قادر اتحكم في حركتي، مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي، الحياه بقت صعبه جدا، بدا يحصل مضاعفات. طب ما انا هنا، روح للدكتور يعالجها لك، بلاش اروح للي بيقول لك اصل بيعمل حجامه وخزام وكوي بالنار وكلام من ده. الموضوع في عصب، والعصب بقى مضغوط. يعني في بعض الاحيان الحاجات البسيطه دي بتنفع، بس انت لو رحت للدكتور ما هيحلها لك من غير عمليه. الناس فاهمه انك انت كمتخصص في جراحات العمود الفقري مجرد ما تشوف المريض هتقول له عمليه، لا خالص. يعني انا شخصيا باصر ان احنا نجرب العلاج حتى لو وصلنا مرحله العمليه، لما ببقى شايف ان في امل حتى لو 10% ما انا بمشي وراه، ولو اتحسننا بالعلاج خير وبركه ونكمل. لكن ساعات لازم نوصل للمرحله دي. يعني المرحله دي بقى دي مرحله اللي بنسميها مرحله تانية، العلاج مش نافع معايا لكن ممكن العمليه تنفع معايا. العمليات النهارده بنعملها جراحات حديثه جدا، جراحه ميكروسكوبيه، بندخل احنا عارفين المشكله فين وعارفين حلها ازاي، بنجيب خلاص. العمليه بيتم فيها شويه حاجات، يعني لو قناه ضيقه انا بوسعها، لو مخرج العصب مقفول ما انا لازم اوسع على مخرج العصب، العظم بتاعي بقى ضعيف او عندي غضاريف متعدده، انا هنا شايف بعمل توسيع وبشيل الغضروف اهون وبشيل الضغط اللي على العصب، خلاص انا حليت المشكله، الضغط اللي على العصب اتحل، القناه العصبيه انا وسعتها، فاضل حاجه واحده بس، لو العمود الفقري قوي ومتماسك انا القصه بتاعتي انتهت لحد هنا. طب لو انا عندي ضعف في العمود الفقري انا الجا للتثبيت، لازم اثبت، لازم اثبت او لازم اركب حاجه. التثبيت هنا دي بقى من الحاجات الحديثه جدا في التثبيت اللي احنا بنسميها الدعامات، والدعامات دي هي افضل من الشرايح والمسامير، لان دي ايه بتسمح ان الجسم اولا ما بيتفاعلش معاها الجسم بسهوله، الحاجه الثانيه قوتها اعلى من الشرايح والمسامير، الحاجه الثالثه بتحافظ على الحركه بتاعت العمود الفقري، يعني بقدر اتحرك، بقدر اوطي، بقدر اشتغل. الحاجه الرابعه الديناميكس بتاعتها، الهندسه الديناميكيه بتاعتها اتطورت جدا، هي معموله بتكنولوجيا عاليه جدا. الحاجه الرابعه
بمنع وجود التصاقات بعد العملية، لأن وجدنا أن سبب كبير جدا من أسباب الغضروف المرتجع هو الالتصاقات. والالتصاقات دي بتيجي لما بيحصل عدم ثبات في العمود الفقري. أنا شلت الغضروف وشكرا، أنا فرحان أنا رحت عملت عملية بالمنظار وأنا شلت الغضاريف والعمود الفقري بقى ملخلع سايب، ها مع الحركة ومع الوقت وبتاع 6 شهور لسنة خلاص حصل تليفات، تقفل القناة العصبية من جديد، ألم رهيب جدا. وده اللي بيخلي ناس كتير جدا تقول لك أنا حصل عندي فشل في العملية بعد ما كنت كويس. أيوة، ما هو الجسم شغال جوه بيكون التصاقات وتليفات، هتقفل على العصب. لما بنعمل بقى الدعامات أو التثبيت بتاع الفقرات دي بتمنع الحتة دي، لأن أنا محافظ على المسافة بتاعة الفقرات وعلى قوتها، ما بيحصلش احتكاك. الاحتكاك بيعمل التهاب والالتهاب بيعمل تليف، لأن هي دايرة. أنا منعت الاحتكاك ومنعت الالتهاب ومنعت التليف. طيب هو الموضوع سهل أوي وبسيط كده؟ لا، ده احنا بيبقى عندنا ورشة عمل، ورشة عمل اهو، يعني دي علبة اهي، دي علبة اللي بتيجي من الشركة، دي المسامير او الدعامات اللي احنا بنحطها، بيبقى عندنا مقاسات كتيرة جدا جدا جدا، يعني المقاس الواحد بيختلف في طوله وفي قطره وفي عمقه. يعني انا داخل دبس قد ايه وادخل عشان اصلح العمود الفقري، انا عارف الديناميكية بتاعت العمود الفقري وابدا اختار المريض، ابدا بقى ايه، انا اخد الوضع بتاعي. المريض يتحضر كويس جدا قبل العملية، بيتعمل له اشعاعات وابحاث وفحوصات ورسم قلب وكل الكلام ده كله. وفي الايام دي كمان بنهتم جدا بموضوع ما بعد الكورونا، لان الناس اللي جات لها، ومعظم الناس هتجيلها كورونا، معظم الناس اللي جات لها كورونا والكلام ده كله بيبقى عندهم وهن عضلي جامد جدا وضعف في العضلات، فده بتزود الالم. يعني كورونا من الحاجات اللي هي زودت الالم، وقلة الحركة وقلة الرياضة وقلة الكلام ده كله زودت الموضوع. وناس كتيرة جدا مع قلة الحركة الوزن زاد، فدخلنا في مشكلة. فأنا النهاردة بقى عندي عوامل كتيرة جدا تخليني لازم أفكر في العمود الفقري، إن أنا إزاي أمنع الضعف بتاعه وإزاي أمنع إن الغضروف يرتجع. طيب هو ارتجاع الغضروف ده فشل في العملية ولا فشل في الجراح ولا فشل في المريض؟ هي مجموعة حاجات مع بعض، بس مش لازم تكون فشل. يعني مش لازم تكون الجراحة كانت وحشة عشان كده الغضروف رجع، ما احنا جسمنا احنا بنستهلكه تاني، فوارد ان يعمل مشكلة تانية. لكن دايما المريض الناصح هو بياخد التعليمات اللي بعد العملية. يعني لما اقول له ايه بعد العملية، لازم الاول نقوي العظم، لو عندي هشاشة، لو عندي نقص في فيتامين د، نقص في الكالسيوم، نقص في المغنيسيوم، نقص في الكتلة العضلية، محتاج جلسات علاج طبيعي، محتاج تأهيل، محتاج حزام، حتى حزام اسند بيه لمرحلة معينة بعد العملية، بيساعدني المريض في كده. طيب مريض عمل عملية وهو وزنه زيادة وكان بيتألم، قبل العملية اقول له ايه؟ عايزك تخيل، ما انا مش عارف اتحرك. طب ادي احنا عملنا العملية، تعال بقى نتحرك. اصل انا بتحرك ببقى تعبان. ما هو لازم هتبقى تعبان لان انت شايل حمل زيادة. يعني نقلل الوزن بتاعنا علشان نحافظ على صحة العمود الفقري بتاعنا. طيب عشان ما نزودش عامل، اذا كنت انا عمودي الفقري عامل يمكن تفاديه بيزود مشاكل، اذا كنت عمودي الفقري ضعيف وعملت عمليه كويسه ورجعت اشيل تاني وامارس نفس الاخطاء اللي كانت هترجع بتؤدي بالظبط، هو ده اللي بيحصل، ديسك تاني هيتقصر. لازم احنا اتفقنا، هو انا ما عنديش غضروف واحد في جسمي، انا عندي 24 غضروف في جسمي، 24 قرص غضروفي، وزي ما حصل في الظهر بيحصل في الرقبه. واحنا بنتكلم ان 60% من مريض الغضروف بتاع العنق عنده غضروف في ظهره، و 60% من مريض غضروف في ظهره عنده غضروف في رقبته. عوامل هي العوامل المساعده، حركه الغلط، ضعف العضلات، وهو هو ضعف الجسم نفسه. وفي عامل كونجينيتال اعتقد، لانه في عائلات كده، احنا عندنا عائلات وفي عندنا عوامل وراثيه. يعني احنا عندنا في عوامل وراثيه وفي عندنا عوامل بيئيه. هي دايما الغضاريف عندنا في الاجواء الحاره بتبقى اكتر، لان بيحصل نوع من الجفاف وعدم تعويض بالسوائل. عشان كده في مدرسه جامده جدا في الام العمود الفقري، انك تشرب ميه كتير جدا عشان المك يقل. ده في ناس بتبقى مشكلتهم في خاصه في الهشاشه انه ما بيشربش ميه ولا سوائل، وخاصه في السيدات. عشان كده المنا في العمود الفقري ممكن تبقى في رمضان اكتر لما بيحصل جفاف، وما بعوضش بقى. وفي نفس الوقت عندنا بينا بنكتشف ان في عندنا حاجات كتيره ما كناش بنديها اهتمام زمان، زي مثلا فيتامين د، ده احنا بدانا نهتم بيه من 2-3 سنين، مع ان ضعف فيتامين د بيأثر على كل الكيمياء بتاعه الجسم بتاعي،
وبتضعف العمود الفقري وبتضعف الأربطة وبيعمل ارتخاء في الحلقة الغضروفية، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، كل الكلام ده كله. كان زمان الناس تهيالها لما تعمل تحليل كالسيوم في الدم يلاقي الكالسيوم عالي يقول لك انا حلو جدا. المرض هرمون ممكن يكون هو ده، هو ما يعرفش ان هو العظم بيدوب وبيطلع كالسيوم دم، بيرمي الكالسيوم في الدم. في حاله البرد هرمون العالي كده ده الانسان بيبقى قعيد. بتواجهنا المشكله ان مثلا يروح لدكتور مش متخصص او حد مش ممارس عام او كده، يقول له بص ده الكالسيوم عندك زي الفل، ده انت كالسيوم طالع من 9 ل 10، ده انت زي الفل، ده يا عم ده انت 10. الهايبر بايرثيرويديز بتعمل كده بالظبط، الباراثيرويد يطلع، هرمون الغدة الدرقية ياخد الكالسيوم من العظم يطلعه في الدم، ودي بقى كارثة. والنهارده بدأنا نكتشف هذا الكلام، وعشان كده بنقول دايما الجراح بيبقى ملم بالمشكلة كلها، القصة مش العملية. أنا في واحد يبقى محتاج العملية يقول لأ طب استنى بقى لما نظبط الموضوع، لو عندي هشاشة متقدمة ما مش هينفع أدخل أعمل الكلام ده كله. طب لو عندي هشاشة في فقرة واحدة أو فقرتين، في عندنا حاجة اسمها حقن جوه الفقرة، انا بحن جوه الفقره ماده زي الاسمنتيه او الاكريليك كده، تمسك زي السيراميك كده امسك بيها الفقره. طب لما يبقى هشاشه بقى متقدمه واخده العمود الفقري كله، الحقن هنا مش هيفيدنا. يعني احنا هنا مثلا في الفيديو ده عندنا فقره، حد كان عنده هشاشه، الفقره اتطبقت على بعض، الم رهيب جدا وعدم مقدره على الحركه، ومش محتاج ان انا ادخل اعمل عمليه كبيره، ده انا ممكن اعمل له عمليه صغيره بسيطه، ادخل تحت جهاز الاشعه وبعملها تحت بنج كلي برضو، ادخل جوه جسم الفقره واحقن الماده اللي انا حقنتها دي، الماده البيضه دي ماده اسمنتيه، اسمنت طبي زي اسمنت طبي كده، ادخل وفي نفس الوقت انا بحط المريض في بوزيشن معين، وضع معين يفرد الفقره، فبملى كل الفراغات اللي هي بتاعه التكسير اللي كان موجود ده، خلاص انا رجعت الفقره لقوتها. بس ده بيحصل افضل بعد الحوادث والاصابات، حوادث الطرق واخد بالك، او واحد ضط من مسافه حصل كسر في الفقره واتطبقت. لكن لما يبقى مريض مثلا عنده هشاشه متقدمه في العمود الفقري ما تنفعش. الناس اللي بيجي لها اورام جوه الفقرات، يعني الاورام السنويه جوه الفقرات، لو على قد ورم واحد اقدر اعمله فقره واحده، بس المشكله لما يبقى الورم متعدد والفقرات اللي جنبها برضو مصابه او فيها هشاشه، لو دخلت انا وعملت الحقن ده انا ممكن اضر الفقرات الثانيه واكسرها، لان انا هجمد الفقره دي وتبقى قويه والتانيين اضعف، فانا بشغلي انا هبدا اتلف الفقره اللي فوق واللي تحت. فدايما الموضوع بيبقى قيد الدراسه، يعني مش كل الحالات تعامل نفس المعامله، ومش كل القرارات بتبقى واحد، في تدخلات بسيطه جدا ممكن نعملها في حد اصلا ما ينفعلوش عمليه بقى، ودي شريحه كبيره من الناس، يعني مع سن متقدم كبير جدا، مع هشاشه عاليه، مع مشاكل في الكبد زي مثلا التليفات المتقدمه في الكبد، بيبقى عنده السيوله بتاعه الدم عاليه جدا ونسبه النزف عاليه قوي، حد عمل عمليه في القلب توسيع صمامات وشرايين وحاله القلب الكفاءه بتاعه عضله القلب 30 و40%، ما ده ما يحتملش عمليه، وانا لو دخلت اوضه عمليات انا باذيه بضره. ممكن هنا بقى بنستبدل بحاجات بسيطه، ان انا بعمل له علاج اسمه علاج الم وليس علاج الغضروف ولا علاج القناه الضيقه ولا علاج تثبيت الفقرات، الموضوع مختلف تماما. انا بحاول اوجد له مدد زمنيه يعيشها بدون الم، لكن الالم هيرجع بيرجع ونضطر ندخل تاني. ممكن نعمل حقن جوه الفقرات، ممكن نعمل تردد حراري، ممكن نعمل حاجه بنسميها نيرف بلوك، يعني عصب معين كده نعمل له نوقفه انه يشتغل. بنحاول زي ما بنقول كده عارف زي الم الاسنان كده، ساعات لما بيبقى عنيف قوي الدكتور بيموت العصب، يقول لك احنا بنموت العصب، ساعات احنا بنعمل كده، احنا كنا بنحقن ماده كده زي الفينول وحاجات زي كده، والنهارده بقى بالتردد الحراري بنعمل ده، نقدر نوقف انتشار الالم جوه العصب. يبقى المريض انا ما عالجتوش، ما خففتش الالم، ما خففتش المرض بتاعه، لكن انا قللت الالم بتاعه بقى يحتمل، او وصلته لمرحله ان الالم ده بدا يستجيب تاني للعلاج، لانه كان قبل كده بياخد مخدرات وما بيستجيبش. الادويه معظم الحاجات المخدره داخل الجداول والعثور عليها صعب ومضاعفاتها اصعب. طبعا، وفي نفس الوقت من حق الانسان ده ان هو يعيش بدون الم، يعيش حياه وده هادئه، وده بنسميه علاج الم. لان الناس بتخلط يقول لك ايه هي الحقنه او حقن العمود الفقري والتردد الحراري، انا عايز اعمل الغضروف بتردد الحراري، الغضروف ما بيتشالش بتردد حراري،
ما فيش حاجه اسمها كده. ده تردد الحراري من علاجات الالم، وهي علاجات بنعملها ومعترف بيها. قسم دلوقتي اقسام، بس لها وقت ولها مريض معين ولها طريقه معينه، وهي مخصوصه بمده. في ناس تهيألها يقول لك انا هعمل تردد حراري يقعد معايا سنتين ثلاث سنين خمس سنين، وفي ناس بتروج لهذا الكلام. اصل انت مجرد ما عملته وبعد اسبوع او اسبوعين ورجع لك الالم، هتعمل ايه تاني؟ هترجع للي عمل لك ده؟ طب ده انت ليك جلسه تانيه وحقن تاني وحقن تالت وحقن رابع. لكن لما المريض بيبقى من البدايه على وعي وعارف ده اسمه علاج مؤقت للالم، عشان تقدر تتعايش وتتعامل في حياتك اسبوع اتنين تلاته شهر، ممكن يقعد معاك ست شهور بس مش دايما. نورت وشرفت. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القيم العلمي الكبير الاستاذ دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. قبل ان نذهب اؤكد لكم انه لا يوجد كريم يعالج الانزلاق الغضروفي، وكل ما ترونه على الشاشات اللي هي مش اكيد من النايل سات، بتبث من بره مصر، هذه الشاشات تبث معلومات خاطئه وتبث مجموعه من النصابين بيروجوا ان هناك كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي. ليس هناك كريم يعالج الانزلاق الغضروفي. اي طالب في سنه سته كليه الطب عارف هذه المعلومه بشكل مؤكد. فيعني ارجوكم اوقفوا هذا الهراء الكلام للي يقدر يتعامل مع هذه المشكلة، لأنها للأسف من خارج مصر. لكن أعتقد أنه أجهزة الدولة بتقوم بدور كبير جدا، في جهاز عظيم في الدولة اسمه جهاز حماية المستهلك، الجهاز ده بيقوم بدور عظيم جدا، بس علينا احنا كمواطنين ان احنا نتواصل مع هذا الجهاز، ده من جهة، وعلينا احنا كمان يكون عندنا الثقافة اللي ما تخليش النوعية دي تنصب علينا. طيب العزيز نورت الدكتور. شكرا، خليكوا دايما مع الدكتور.